مثال 8: في أول آب أسس كمال وكميل شركة تضامن. يقدم كمال 80 مليون بإيداعه في البنك، يعني مقدمات عينية، كما الشريك كمال المقدمات العينية 80 مليون. يقدم كميل بضاعة 70 وديون على الزبائن 10 قدرت بتسعة ونقدية 1، يعني 70 زائد 9 زائد 1 80 مليون. الشريك كميل المقدمات العينية 80 مليون كمان. وفي آخر آب تم نقدا تحصيل 8 مليون و500، تقدرت زبائنه ب 9 مليون، ولكن لما جينا نحصل ما قدرنا نحصل أكثر من 8 مليون و500 من هؤلاء الزبائن. على قيد التعهد الشركاء مثل العادي، 80 مليون المقدمات العينية بتاعت كميل، 80 اللي هني 70 مثل ما قلنا 70 بضاعة، وتسعة الديون وواحد نقدية، والشريك كمال المقدمات النقدية اللي هو المبلغ اللي بده يحطه بالبنك إلى حساب رأس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع كما هو دائما. هلا أودع في البنك كمال من حساب البنك إلى حساب الشريك كمال المقدمات النقدية. بدي أعمل قيد هلا، استوفي من كميل. لاحظوا شو قلنا، عم نقول نحن زبائن 10 تقدرت بتسعة، بس بالقيد حقول من حساب مخزون البضاعة 70، من حساب الزبائن 10 مش 9، من حساب الصندوق 1 إلى حساب مؤونة هبوط، إلى حساب مؤونة هبوط قيم ذمم الزبائن المدينة بمليون، اللي هو الفرق بين العشرة والتسعة، وإلى حساب الشريك كميل المقدمات العينية 80 مليون. لكن هون ما كان فيه أنا حط الزبائن بتسعة، بدي حط الزبائن بأيدي القيمة، القيمة الإسمية، والفرق بين القيمة الإسمية والقيمة التقديرية بينعمل فيه مؤونة بالجانب الدائن للقيد. بعد ما ينعمل القيد استيفاء مقدمات كميل واستيفاء مقدمات كمال، بيتحول رأس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع لرأس مال مكتتب مستدعى ومدفوع 160 مليون كما هو معتاد. هلا لما اجوا حصلوا الديون، للأسف ما تحصل 9 مليون، تحصل أقل، تحصل 8 مليون و500 ألف. عملنا قيد من حساب الصندوق إلى حساب الزبائن 8 مليون و500 ألف اللي تحصلوا. بعد فيه مليون ونص، مليون ونص الجزء اللي منعمل فيه مؤونة، اللي هو المليون اللي نعمل فيه مؤونة حنعتبره هون سجله بالأعباء، والجزء الزيادي اللي هو 500 ألف اللي احنا ما كنا حاسبين له حساب لما عملنا القيد التأسيس، نحن عملنا له حسابه انه زبائنه بتسوى 9 مليون، مقدماته انحسبت على اساس انه زبائنه 9 مليون، هلا اللي طلعوا بيسوا 8 مليون و500 الف، ما قدرنا نحصل الا 8 مليون و500 الف، بدي اعمله مدين بهال 500 الف اللي ما قدرنا حصلناهم. اذا من حساب ذمم مدينة، من حساب أحد حسابات الأعباء اللي هو ذمم مدينة أصبحت هالكة، بالجزء الذي لم يتم تحصيله واللي كان نعمل له مؤونة، هلأ الجزء الزيادي اللي ما نعمل له مؤونة اللي خسرناه وما كان نعمل له مؤونة، هذا بدي طالب فيه الشريك كميل أجعله مدينا به، أجعل حسابه الجاري مدينا به لحتى يروح يجيبه. بدي أقول من حساب جاري الشريك كميل 500 ألف، وقل له بدك تسمح لنا هال 500 ألف بدك تجيبهم. بعد ما يكون تحصل زبائن كميل شيء تحصل، واللي ما تحصل تم إعدامه، يا إما تم إعدامه وتسجيله كأعباء، يا إما طلبناه فيهم، بيتم إلغاء المؤونة التي تم تكوينها، وإلغاء المؤونة بجعلها مدينة إلى حساب استردادات من المؤونات. هبوط القيم خارج التشغيل. ليش خارج التشغيل؟ لأنه هدول مؤونة تكونت لديون ما نشأت عن عمل الشركة، مؤونة تكونت لديون سابقة في وجودها لوجود الشركة. بس يجي كميل يدفع هالمبلغ اللي عليه، هال 500 ألف اللي جعلناه مدين فيها،
من حساب الصندوق إلى حساب جاري الشريك كمين هو أعلى. وقام الشريك كميل بتسديد ما عليه. ما عليه قد ايه يعني؟ ما عليه يعني هالخمسمائة ألف اللي كان منعمل عمل حساب لما حسبنا له مقدماته حسبناهم بيسوا 9 مليون، هني اللي تحصل منهم من الزبائن 8 مليون و500 ألف، فعملته مدينة، عملت حسابه الجاري مدينا ب500 ألف، وهو راح جاب هال500 ألف اللي عملنا حسابه الجاري مدينا بها. مقدمات محررة جزئيا عند التأسيس. نحن بكل ما سبق كنا عم نتعمد نأجل موضوع إنه يكون في أحد الزبائن أحد الشركاء قال طولوا بالكم علي أنا بسدد بعدين جزء من حصتي. هون بقى جايين نحكي عن الحالة اللي بيقول فيها أحد الشركاء أنا بدكم تطولوا بالكم علي بعدين بسدد جزء من حصتي لاحقا، حسدد هلأ جزء والجزء الباقي لاحقا. إذا أجل شريك أو أكثر تقديم حصته في رأس المال أو بعضها لفترة تزيد عن الأجل الطبيعي المعتاد للتقديم، لا تجعل حسابات المقدمات مدينة إلا بالجزء المعجل منها، ويجعل مدينا بالجزء المؤجل الحساب الشركاء رأس المال المكتتب غير المستدعى، في قيد يجعل فيه دائما الحساب رأس المال المكتتب غير المستدعى. يعني أو بلاش بلا يعني هلا بس نروح على القيد بنقول يعني شو. اتفق نهاد وجهاد في 5 حزيران على تأسيس شركة تضامن برأس مال 350 مليون، على أن يقدم نهاد 60 مليون بإيداع المبلغ في البنك، ويؤجل 40 مليون حتى آخر كانون أول. وهذا الكلام كان بحزيران، يعني بده يأجله 6 أشهر. ويقدم جهاد الأصول التالية: أرض ومبنى وبضاعة. إذا جهاد مقدم مقدمات عينية، نهاد مقدم مقدمات نقدية، ولكن جزء من هذه المقدمات بده يأجلهم. قدم النهاد الجزء المعجل من حصته في 10 حزيران، وأتم جهاد معاملات انتقال مقدماته في 17 حزيران. هيدا بقى هيدا القيد اللي قدامنا الآن، اللي هو الشريك فلان المقدمات العينية والشريك الفلان المقدمات النقدية. صاحب المقدمات النقدية لا يجعل حسابه مدينا إلا بالجزء المعجل، إلا بالجزء غير المؤجل. هو عم يعني بيقول على أن يقدم نهاد 60 مليون بإيداع المبلغ في البنك، ويؤجل 40 مليون، لكن اللي بده ينحط بحساب المقدمات النقدية مش الجزء اللي بده يأجله، اللي بده ينحط بحساب المقدمات النقدية هو الجزء اللي بده يعجله، الـ60 مليون اللي بده يجيبهم خلال مهلة كم يوم. أما الجزء اللي مأجله 6 أشهر لا، ما بينحط بهذا الحساب. هلا بالنسبة لجهاد مقدماته عينية وما فيها شيء جزء، ما فيها شيء مأجل، اللي هن عبارة عن 50 و30 و170، بيطلع مجموع 250 مقدمات عينية. لكن من حساب الشريك جهاد المقدمات العينية بمجموع 50 170 و30 250 مليون، من حساب الشريك نهاد المقدمات النقدية مش بكل شيء دخل فيه شريك، بالجزء اللي هلأ بده يقدمه، بالجزء اللي بده يقدمه خلال كم يوم من توقيع الكونترا اللي هو الـ60 مليون، إلى حساب رأس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع. طيب هال40 مليون هاي اللي ما راح يجيبها ما بينعمل لها قيد؟ بلا، بينعمل لها قيد وبرضه من حساب الشريك نهاد، بس مش من المقدمات النقدية. لكن من شو؟ من حساب الشريك نهاد رأس المال المكتتب غير المستدعى
إلى حساب رأس المال المكتتب غير المستدعى. لكن هون عم نستعمل حساب ما سبق واستعملناه، اللي هو حساب رأس المال المكتتب غير المستدعى. يجعل حساب رأس المال المكتتب غير المستدعى دائنا بالجزء المؤجل من مقدمات الشركاء. هيدا رأس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع يجعل دائنا مثل ما شفنا بكل الأمثلة السابقة بالمؤجل بالمعجل بالجزء المعجل من رأس مال الشركاء. أما الجزء المؤجل واللي هلأ ما كان موجود بكل أمثلتنا إلا هلأ بالمثال اللي قدامنا الآن، فيجعل به دائنا حساب رأس المال المكتتب غير المستدعى. ما بقول هون من حساب الشريك انه هذا المقدمات العين النقدية، لا، بالجزء المؤجل من حساب الشريك انه هذا الشريك برأس المال المكتتب غير المستدعى. فبقول من حساب الشريك انه هذا داش رأس المال المكتتب غير المستدعى بالأربعين مليون اللي هو ناوي يأجلها. هلا لما بدي استوفي من الشركاء هذه ال 80 ال 60 مليون، 60 مليون من حساب البنك الى حساب الشريك نهاد المقدمات النقديه، واللي جابهم ال 50 ارض و 170 بناء و30 بضاعه من حساب الاراضي من حساب الابنيه من حساب مخزون البضاعه الى حساب الشريك جهاد المقدمات العينيه، بدي احول هلا راس المال هيدا من غير مدفوع لمدفوع، بدي اقول 310 من حساب رأس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع إلى حساب رأس المال المكتتب المستدعى والمدفوع. هاي خلصت قيود التأسيس. هلأ لما بده يصير بعدين استدعاء، نقول له لما يجي التاريخ اللي تم الاتفاق على انه يسدد في اخر كانون اول، بده يجيب نهاد 40 مليون باخر كانون اول. لما يجي اخر كانون اول حنعمل الاتي: أنا أطلع بهذا القيد، هذا القيد في حسابان، الشريك نهاد رأس المال المكتتب غير المستدعى ورأس المال المكتتب غير المستدعى. لما يجي موعد إنه يصير مستدعى هول الحسابين بدهم ينقفلوا كل واحد بقيد. إذا أنا يوم التأسيس عملت قيد من حساب الشريك نهاد رأس المال المكتتب غير المستدعى إلى حساب رأس المال المكتتب غير المستدعى. عندما يأتي موعد الاستدعاء بدي أعمل إقفال لهذا الحساب بقيد وإقفال لهذا الحساب بقيد آخر. بدي أقول من حساب الشريك نهاد رأس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع إلى حساب الشريك نهاد رأس المال المكتتب غير المستدعى. بدي اقفل هذا اجعله دائنا، بدي اجعل لما يجي موعد الاستدعاء، بدي اجي لما يجي الموعد اللي لازم يجي نهاد يدفع، بدي اقفل هذا اجعله دائنا ليحل محله حساب اسمه الشريك نهاد رأس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع. هيك من حساب الشريك نهاد رأس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع إلى حساب الشريك نهاد رأس المال المكتتب غير المستدعى. إذن أقفلنا هذا الحساب. يليه هذا الحساب مدين، أقفلناه بجعله دائنا وحل محله في الجانب المدين حساب الشريك نهاد رأس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع. فكان القيد الأول من حساب الشريك نهاد رأس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع إلى حساب الشريك نهاد رأس المال المكتتب غير المستدعى.
القيد الثاني بدي اقفل هيدا، هيدا حساب دائن، حتى يتقفل بده ينعمل مدين، يعني بدي يقول من حساب رأس المال المكتتب غير المستدعى إلى حساب رأس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع. من حساب رأس المال المكتتب غير المستدعى إلى حساب رأس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع 40 مليون. القيد الثالث إنه يجي نهاد، لما يجي نهاد يدفع، لما يجي نهاد يدفع بالفعل هذا الحساب اللي فتحته بالقيد الأول بدي أقفله، بجعله شو؟ بجعله دائنا. من حساب شو؟ الصندوق إذا حطهم بالصندوق، أو البنك إذا حطهم بالبنك. إذا من حساب البنك إلى حساب الشريك نهاد رأس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع إذا إجا شريك نهاد دفع ما عليه بإيداع المبلغ في البنك. وبعد ما ينعمل هالقيد بنقول نحن كنا عاملين هون محولين من غير المستدعى لمستدعى وغير مدفوع، هلأ آن الأوان نحول غير المدفوع لمدفوع، هكذا من حساب رأس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع إلى حساب رأس المال المكتتب المستدعى والمدفوع. إذا أكرر، لما يكون في عندي جزء مؤجل من رأس المال، هيدا الجزء المؤجل من رأس المال بينعمل له قيد منفصل يجعل به مدينا حساب الشريك نهاد، أو الحساب اللي هو نهاد أو غيره، رأس المال المكتتب غير المستدعى إلى حساب رأس المال المكتتب غير المستدعى. وهيدا بيضل هذا الحساب قاعد ناطر ليجي موعد الاستدعاء. لما يجي موعد الاستدعاء بدي أعمل 4 قيود. لما يجي موعد الاستدعاء والدفع، لما يجي موعد الاستدعاء ويحصل بالفعل دفع الشريك، في 4 قيود بده ينعملوا. أول شيء هذا الحساب بده يقفل بجعله دائنا ليحل محل حساب الشريك نهاد رأس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع. فهقول من حساب الشريك نهاد رأس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع إلى حساب الشريك نهاد رأس المال المكتتب غير المستدعى. القيد اللي وراه هيدا الحساب بده يقفل بجعله مدينا، فهقول من حساب رأس المال المكتتب غير المستدعى إلى حساب رأس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع. هيك بهدول القيدان بيكونوا نقفلوا هول الحسابان وحل محلهم المستدعى وغير المدفوع. هكذا هدول أول قيدان. دايما هالقيدان بنفس المبلغ 40 مليون، إذا كان غير المستدعى 40 مليون وعم نستدعيهم كلهم. القيد الثالث لما يجي الشريك يدفع بالمدين من حساب الصندوق إذا دفعه النقدي، من حساب البنك إذا حطهم بالبنك، إلى حساب مين؟ إلى حساب هيدا اللي انعمل مدين بالقيد الأول الشريك نهاب. بدي أقفل هيدا اللي فتحته بالقيد الأول، الحساب الذي تم فتحه في القيد الأول يقفل في القيد الثالث. إذا إلى حساب الشريك نهاد رأس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع، من حساب البنك أو من حساب الصندوق إلى حساب الشريك نهاد رأس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع. بعدين في عندي القيد الأخير، تحويل رأس المال هذا اللي عملته هون غير مدفوع بده يتحول لمدفوع بالقيد الأخير، من حساب رأس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع إلى حساب رأس المال المكتتب المستدعى والمدفوع. وإذا لم يتم إقفال حساب الشريك رأس المال المكتتب غير المستدعى قبل انتهاء الدورة المالية، يظهر في الميزانية وفقا لأحكام التصميم المحاسب العام اللبناني كأحد عناصر الرمال المدينة خارج التشغيل. إذا أنا خلصت السنة وبعد في عندي هذا الحساب، بعده له رصيد، هذا الحساب
يعني انعملها القيد وخلصت السنة وبعدنا بعد نهاد ما جابن لها ال40 مليون. فهذا الحساب بيظهر في أصول الميزانية كأحد عناصر الأصول المتداولة، وبالتحديد من عناصر الذمم المدينة خارج التشغيل، اللي هي من حسابات يعني بحطوا مسألة إنه ذمم المدينة خارج التشغيل، ما حيبين بالميزانية هو تشغيل ولا مش تشغيل، حيقعد بالميزانية مع عناصر الأصول المتداولة. وفقا للتصميم المحاسبي العام اللبناني، حساب الشريك فلان رأس المال المكتتب غير المستدعى إذا بعد له رصيد عند إعداد الميزانية، رصيده عند إعداد الميزانية يكون من جملة الأصول المتداولة. ونكتفي بهذا القدر.